ده الورد الدبلان، في أي بيت بيجي لك ورد أحمر بيكون دبلان، ما ترمهوش. دي أول خطوة، بتشطفيه وبتحطيه على فوطة بالشكل ده وتفرديه نص ساعة بس يتهوى، وبعدين بتروحي لفة الفوطة لقدام كده، وبعدين تحطي الفوطة عليه عشان تشربي المية بتاع الورد. كده هو معقم ونظيف. بتقلبيه يمين وشمال بالشكل ده، وبعدين بتطبطبي عليه لحد لما المية تروح تماما، وهوريكم الخطوات ان شاء الله اللي جاي. نفس الحكاية هنا، هنعمل كده ونطبطب عليها، نشيل منها المية بتاعها وكده. تقدري تستفيدي من أوراق الورد الأحمر البلدي اللي بيكون ليه ريحة حلو، هتطلعي منه شيء هتستعمليه كل يوم على بشرتك طبيعي 100%. أهو كده هو جف شوية من المية وأصبح بالشكل ده. أهو اوكي، بعد لما نشفتي الورد وطبطبتي عليه بالشكل الطبيعي ده، بتقلبي كده بتتأكدي ان ما فيهوش اي مية زيادة، بتاخدي البرطمان المعقم النظيف الناشف بتاعك وبتبتدي تعبي فيه ورق الورد، وتحاولي تزقيه للآخر لقاع البرطمان على قد ما البرطمان ياخد. ممكن تستعملي برطمانين صغيرين او برطمان كبير، المهم ان هو يكون داخل لتحت بالشكل ده. اوكي، هناخد شوية وهنوريكم دلوقتي هنعمل ايه، وبعد كده هقول لك الخطوات اللي جاية. بضغط بايدي وانزل عشان اخد اكبر كمية منه. وفي طريقة تانية هوريها لك، دي طريقة من الطرق اللي تقدري تحضري منها زيت الورد بتاعك اللي للبشرة للجسم بعد الحمام، تدهني بيه جسمك وهو بيدبل ويكش ويقل في الكمية. تقدري ان انتي تعمليه بالطريقة دي، وتقدري تعمليه بطريقة تانية هوريها لك حالا. اول حاجة بتجيبي حلة فاضية وبتحطي فيها فوطه قطن في القاع عشان البرطمان ما يفرقعش بالشكل ده، وبعدين بتجيبي ميه مغليه وبتحطي الميه المغليه فوق تلتين الحله تقريبا، وكمان بتنزلين بالبرطمان هنا حد لما تتأكدي انه المية اللي انت حطاها ممكن تكون زيادة شوية، تقدري تقللي وتزودي بعد شوية المية. انا حاسة ان انا حطيت كتير، هنزل منها شوية وحنزل بالبرطمان هنا كده، وهجيب على حسب امكانياتك لو زيت جوز هند متاح او زيت الجوجوبا. زيت الجوجوبا بتمتص البشرة وجميل جدا جدا مع ريحة الورد. هنحط كمية كافية من زيت الجوجوبا فوق الورد، لازم يكون ورد احمر بلدي. وبعد كده بتروحي واخداه وحطاه على النار عالية الأول، وبعدين بتوطي النار كده. اوكي، بدون غطا، سيبيه لحد لما يدبل نص ساعة. بعد كده تقدري ان انتي تصفيه وتحتفظي بزيت الورد البلدي الأحمر. أول ما النار تبتدي تغلي بالشكل ده، بتبتدي توطي عليها النار شوية عشان يبقى بيستوي على بطيء على الهادي، ولو حسيتي ان الورد عالي نزليه بأي شوكة او سكينة عشان تقدري تاخدي اكبر كمية
من الزيت بتاعك، زيت الورد، زيت الورد الطبيعي لما بيدبل في الزيت من السخونة بيبقى سهل جدا تصفيته. بعد كده التصفية بتاعة زيت الورد سهلة موت لو هي الورقة سليمة ودبلانة اهي انوك، واللون بتاع زيت الورد بيبتدي يختلف ويبان لون تاني بعد لما بيخلص. دي الطريقة التانية، لو عندك كمية كبيرة تقدري ان انت تاخدي وردك الجميل الاحمر البلدي وتحطيه في الخلاط بالشكل ده على قد كمية تقدري تعيشي يعني. pardon me. الورد البلدي الاحمر يا جماعة الدبلان هتقدري تحتفظي بيه في التلاجة طول الليل، والصبح تطلعي من التلاجة وتحطي في المية في الفازة وعليه شوية سكر يعيش مدة طويلة قوي قوي قوي. كل لما بتحطي السكر في المية ما المية تكون ساقعة من التلاجة عشان الوردة بتاعتك تعيش مدة طويلة. سلامتك يا أمونة. اوكي حطينا دلوقتي كل الكمية هنا. الخطوة اللي جاية هجيب زيت الجوز هند اهو، بنحاول نسيحه شوية بحمام مائي كده عشان يفك، وبنزل بزيت الجوز هند فوق الورد. دي الخطوة التانية للطريقة الصح بتاعت ضربه مع زيت الجوز هند في الخلاط بتاعنا. تمام، ونبتدي نضرب الوردة بتاعتنا كده. وبتوقفي وبتطلعي في الجناب، تنزلي في الجناب علشان يتفرم شوية، وتقدري تعملي بنفس الطريقة على برطمان في حمام مائي علشان تاخدي زيت الجوز هند بالورد. شايفة بيعمل ايه؟ بيتقطع في كفيت. ممكن تعمليه في الكبة لو عندك مطحنة صغيرة مثلا، ما عندكيش خلاط مثلا صغير احسن، لان الخلاط الكبير بيكون كبير قوي على الكمية كده. نعم اوكي، وعلى الهادي مش على السريع. بعد كده بتفضي في برطمان على الحلة بتاعتك اهو. انا طبعا كنت محضرة زيت البرتقال هنا بنفس الطريقة، وادي طحن الورد، وهقفل وافضيه في نفس البرطمان اللي فيه زيت الجوجوبا. يبقى عندي خليط زيت الجوجوبا مع زيت الجوز هند مصنوع من ورقيات الورد اللي بتكون دبلانة وتترمي في الزبالة. وهنا ابتدى يدبل امامكم، واللون ابتدى يختلف، والزيوت الحمراء اللي نازلة منه تحت في قاع البرطمان، في البرطمان بورقيات الورد بتاعتي المطحونة في حمام مائي، مية بتغلي اهي امامكم بالشكل الجميل ده. نعمت، تقدر تنعميها قوي لو حبيتي. اوكي دلوقتي انا دخلت البلندر بتاعي على الورد اللي في البرطمان، هبتدي اعمل له ضربة خفيفة عشان انعمه قوي واقدر اخد منه اكبر كمية ممكنة. اوكي
اوكي هنا فضيته من البرطمان، حطيته في شاشة فوق طبق، وهبتدي اعصره واخد منه الخلاصة الكاملة بتاعت الورد. وادي الخلاصة بتاعت زيت الورد امامكم اهو. لو اقول لكم اللون بتاع ايدي ايه مش هتصدقوا. شايفين اللون بتاع ايدي؟ تخيلي ده على جسمك كله بعد الحمام، نقطتين منه فوق جسمك. ريحتك هتبقى فواحة طبيعية جدا. ادي لشوية وقت لنفسك وشوفي النتيجة على ايدي دلوقتي. شايفة؟ ده مجرد ان انا حطيت زيت جوز هند او زيت جوجوبا بمنتهى البساطة، زيت طبيعي من الورد. يستاهل انك تجربيه وتحطيه على جسمك وتدعيلي. الريحة بتاعته تحفة 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 تحفة. انا مش قادرة اصدق ان اللون الطبيعي ده طالع من الورد. سبحان الله، فعلا سبحان الله. Thank you.
ما كتير. لا خلاص من دلوقتي بس رايح ما كنت ترموش. منشفاه وحاطاه، كان فيه هنا بتاع ده شبه. ادي الزيت فوق والاحمر اللي نزل من الورد اهو تحت. انا هعمل ايه؟ انا هصفي واخد الزيت في ازازة واخلي الاحمر بس هو اللي فوق ده، احتفظ بيه عشان اخد على قد ما اقدر منه حاجة تانية. دلوقتي تملت الازازة ولا لسه ماما؟ لا لسه. اوكي. دلوقتي احنا بنعمل حاجة لأول مرة صفي حد صفي يشوفها صفي بأمانة كده. بس انتي خدتي شايفين اللون ده؟ اللون ده اللي بيعملوا منه مستحضرات التجميل. اوكي كده انتي عندك زيت الورد الأصلي اللي تقدري تدهني بيه جسمك وتعطري بيه جسمك بعد كل حمام. تقدري تعمليه من زيت الجوجوبا أو زيت الجوز هند قبل الاستعمال. يورك اهو شيء طبيعي 100%، ما خدش مننا غير نص ساعة. ده حاجة. الحاجة التانية هنا اهي خلاص. هعمل ايه؟ هجيب اي بودي لوشن اي كريم وهنزل فوق الخلطة دي بالكريم، تمام؟ وهبتدي اقلب الكريمة بتاعتي مع اللون الاحمر المستخرج من الورد. كده هيبقى عندك روج جو طبيعي مرطب، بودي موسترايزر، بودي يعني جسمك هيبقى ريحته حلوة قوي قوي. طبعا هيحتاج منك ان انت تضربيه كويس قوي علشان تتأكدي انه اندمج، وعبيه في برطمان ويحفظ خارج التلاجة اهو امامك. جاهز كريم ما حصلش، تدهني بيه جسمك بعد الشاور وترطبي بشرتك قبل النوم. ريحة البشرة الناس اللي معايا يشموها ويقولولي ايه رأيهم. محتاج كتير. ادي ايد واحدة بتصور اهي، طبعا انتوا عارفينها كويس قوي، دي عايدة الصديق الامين اهي. شوفوا بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا ده بعد لما ادعك. تحفة تحفة تحفة، يستاهل ان انت تجربيه. هتجيبي برطمان فاضي اهو هنا، وهنزل بالكريمة بتاعتي. تقدري تحطي كريمة تانية، تقدري تحطي اي نوع كريم عندك، اي نوع، ان شاء الله نيفيا، اي نوع كريم عشان تعملي الخلطة الصح. اتبعي الخطوات الاولانية في الفيديو لما انا مشيت معاكي واحدة واحدة. اوكي. وادي برطمان كريم رهيب جبار من واشنطن من امريكا، هدية تفتكرونني بيها. Thank you guys. وادي الكمية اللي انا طلعتها، ده الكريم وده زيت الورد اهو للجسم كله، وده للبشرة وللكفين. اتمنى تنفذوا يا